السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وجمعة مباركة إن شاء الله. كنتمناو إن شاء الله أننا نلقاو تفاعل كبير بحال ديما في هذه الحالات الإنسانية اللي كنديروها على قناة الشاب شوف تي في. وهذه الحالات الغرض منها هو أننا نساعدوا هاد الناس بالقليل أو بالكثير، وتقريبا واحد النسبة كبيرة ديال هذه الحالات الإنسانية اللي كتكون حالات مرضية ومحتاجة للدواء ولا محتاجة للعمليات كتلقى واحد التجاوب عند الناس. غادي نخليو لكم الرقم ديال التواصل ان شاء الله، واللي كنتمناو ان فقط الناس اللي باغيين يعاونوا هاد الناس هما اللي يتصلوا. لا داعي مره اخرى كنقولوا وكنعاودوا اننا نبقاو نعيطوا نبرزطوا الناس بالخوا الخاوي ونشغلوا التليفون نخليوه اوكيبي، في حين ان يقدر يتصل شي انسان باغي يساعد بصح ولقى التليفون اوكيبي واحد شادو غير في الخوا الخاوي. اذا الحاله ديالنا اليوم حاله ديال واحد الطفل العمر ديالو 11 سنه، سميتو سعد. طفل سعد عنده 11 سنه مصاب بواحد المرض، ماشي مرض، بامراض لدرجه انه مسكين كياكل اليد ديالو، والام ديالو كتضطر انها تربط ليه ديك اليديده باش ما يبقاش مسكين ياكلها. ناعس عمرك شي واحد ناعس مسكين وحازمه ليه يده، واذا ما حزمتهاش كيبقى بارك وكيندغ هكا كتسمعيه ندغ ندغ ندغ، كتصبح الايد كلها طيبه واللحم ديالها كيتفرسس وما يحش ما كيحش. كيقولوا لي ناس ديري البزار ديري شي حاجه، راه ما كيفهمش، وكان كيفهم ديري السودانيه ديري هادي ديري هادي، زعما بحال شي طفل غادا تفطمو امه هو مسكين، راه ما واخا ديري ليه داك البزار ياكلو هو عايش ما عارف شنو كيدير. في الاول كان كيضرب راسو، من بعد ولا كيعض يده. دابا انا كنقدر ما نقدرش نخليه يحد الدراري خوتو ولا اي حاجه يلقاها يقدر يعضها، اي حاجه ما تخطرش لك على البال يقدر ياكلها بسنان. يعني بنيتك الصغيره يقدر تكون حداه. دابا انا كنبعد خوتو عليه، ما نقدرش نحطهم حداه. سعد زاد هكا الحمد لله، زاد بحال هكا سعد. نهار خمس ايام عرفت سعد ماشي نورمال، مبغاش يرضع. داتو هاد خالتي اللي شفتي دابا مشات داتو دوزت لي عند واحد الطبيب، قال لي عنده شي حاجه في الراس ما قدرش نمسو، كتب لينا برا ومشينا لابن رشد شدوه ليا ديك الليله على ما لقاو لي بلاصه في القرعه، دار في القرعه. ومنين مشيت من بعد سيمانه درنا واحد التحليل على برا، خرجت ليه مزيانه، ولكن تيقول لي عنده شي حاجه في راسو، يا قيح يا ميكروب. تدار ولدي عام ولا كيشد واحد الكريس. لا ولكن ديك الساعه ما قدرتيش ديري ليه شبكه ولا ديري ليه شي راديو باش تعرفي شنو عنده. كيديروا ليه سكانير وكيقولوا لي شي حاجه باقي ما عرفناش شنو هي. منين دار عام الدري ما كيتمشاش بحال الدراري، ما كيحبو ما حتى شي حاجه، كيشدوا داك الكريز كيغيب. من بعد عام نديتو قالوا لي راه عنده شي حاجه في راسه، غنعاودوا ليه سكانير. مي تعاود ليه سكانير قالوا لي عنده الماء في راسه. ومناش هادشي ما قالوش لك مناش؟ واش انت الزوج ديالك كيجيك شويه من العائله؟ كيجينيش حتى شي حاجه ما عرفتش الطبيبه سولتها قلت لها واش هادشي زعما عنده علاقه بالفصيله ديال راجلي وهذا، قالت لي ما كاين حتى شي علاقه، هادشي قالت لي زاد به من عند الله يعني خليقه ديال الله ماشي وراثي. ما ماشي وراثي لا. دابا الطبه ديال الفلوس شي تيقول لي ما طلعش الاكسجين، شي تيقول لي عنده الماء، شي تيقول لي عنده المخ مكمش. غالبا هذا هو المشكل غادي يكون ان الاكسجين ما طلعش ليه للدماغ، وداكشي اللي خلاها مسكين وليدي هكا. يعني انت مني عنده مسكين خمس ايام وانا ياكل وانت كتعاني. هاني الله والده، وكنمشي وكنجي، وشهر ثلاثه شتا عليا وكل شيء عليا والحمد لله، اللهم لك الحمد. هو الكبير هو الكبير عندي عنده ولد عمو زايدين معاه في نفس الشهر، ملي كنشوفهم كنتاثر. هاد ولدي كون دابا في السادس كيقرا، على الاخر كان غير كيفهم، واخا يكون زحاف ندي انا المدرسه ماشي مشكل، غير يفهم ويقرا. اللهم لك الحمد، والله يسر. الحمد لله الحمد لله. انت انسانه مؤمنه وعارفه ان هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. صعيبه اننا نشوف وليداتنا، كنشوف ولادنا غير مراض غير بالحلاقم ولا بالطرصه ولا بالبرد ولا بهذا، كنحسوا باننا ما نكرهوش نعطيهم من عمرنا، ولكن كاع تشوفي ولدك هكا صعيبه، ولكن الصابرين اذا صبروا. اللهم لك الحمد، والله يسر. الحمد لله. وغيكون هو عز واحد عندك في وليدات. عزيز هو العزيز صراحة الله، وخان ليا ليا اللي عندي بنت، ولكن هو عز. ربي اللي عالم على قلبي شنو فيه. الحمد لله. اللي كيمرض ملي كيشدو الكريز وانا في النعاس، قسما بالله تا كنوض من النعاس، شكون اللي قال لي انا راه شدو الكريز؟ كنقز وكنقلب نشوفه قلب الام، خاصو يتقلب قالك الطبيب خاصو ملي يشدو الكريز دوري على جنبه اليسر. كيفاش هاد النوع ديال الكريز اللي كيشد؟ اش غنقول لك، كيعواج كيغوت كيطيح، يقدروا رجليه كيوصلوا ليه هنا، كيبقى يفدفد يفدفد فد ملي كيطلقوا كيغيب، وكيبقاو كشاك شو دايزين. يعني الا عض لسانه يقدر ديك الساعه ما عندكش فاش غديري ليه. واحد النهار جبدت ليه لسانه من وسط سنانه، ناعس هو في النعاس وشدو في النعاس، ملي قلبته لقيت الحنك كله داخل ما يعني ما تصبريش ليه.
وهاد المرض اللي خرج كاع صراحه جابت لي الاخر، ما كتبش عليك، كتشوفي ولدك كان كي على الاقل كيجلس كيحكي، يبقى يمشي على كرشو على صدرو كيغوت كي تمغط، وحتى تمغيطه الحمد لله اللهم دابا لك، ما حتى كيت ظهرو طاب. دابا ما كيتفاعل، ما كيهضر، لا ما كيقول. لا، حاجه اللي كيعرف ومشي كيعرفها، غير هو بحال كتهيئ ليه لدزتي حدا غير بالكاس، راه غتعطيه يشرب ولا غتعطيه ياكل، وخا يكون يلاه واكل. دابا كيجي عندي شي حد كيشوف كنبداو نحطو الماكله يكون هو واكل قبل، كيقول كيقولوا لي راه باغي مسكين ياكل، كنقول لهم راه كلا، لا ما راه كلا، غير كلا هو ما مسكين كيتيقنيش. بحال كيتفاعل مسكين مع اه داك راه شفت الطبسيل، راه بحال غيعاود ياكل، شاف الكاس راه غيعاود يشرب. داكشي اللي كيعرف. دابا حاليا ما كيشربش كيسان عاديه، كاس الميك كيعض، يقدر هذاك الكاس يطرد قف فمه، تقدر مقدرش ديرها تعطيه لي كاس خاص الجاج، ما نقدرش. شو كيدير الكيسان اللي رطبين بحال دابا ندير الكاس السيليكون ديال البلاستيك باش يشرب، باش لا تعض ما يتوعدش ما وما يتوعدش يتهرش لي السيليكون. الكاس الله يا فمه. رب. الله كيعرفك. كيعرفني كيعرفني، وملي كنبدا نقول ليه ها وليدي يا سعد وليدي، هذا ولدي انا، هذا عزيز عليك، يبدا يضحك كيفرح كأنه كيفهمني شنو سبحان الله كنقول ليه. سبحان الله. يعني والله ملي كتبداي تلعبي معاه وتبديتو ياك جيتو ياك 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 نسيكي. الله يا وليدي. وسبحان الله هاد الايد الاخرى ما يدير لها والو. لا هذيك اصلا في اللبس ما كيخلينيش، كيبقى هكا كنبقى نجبدها بشويه 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 باش كنخشي لي الحوايج. يا اختي بستر عامر. صدرو عامر، دابا هو عنده اللي بغيتي تلبسيه، راه خاصك واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع باش تلبسيه الحوايج. باش كيعمر ليه صدرو؟ واش حيت كيكحب بزاف وكيفزاك ولا هذاك الريوق بزاف، الريوق؟ علاش دابا انا كنحزم الايد؟ حيت دابا هو كيريق، ولكن الا طلقت ليه الايد كيفزك بالمعقول، كيولي هنا ما نقولش لك. دابا هو عنده دابا جوج ديلات في خصو النهار، هذيك اللي يبقى يعض بحال داكشي ديال اللي دابا كيبداو ينوضوا مشكلة السنان، تما ما كيشدهاش، عنده هذيك الشبش باش ما يتحمل. كيشدهاش، هذا هو المشكل، ما غيشدش الحاجة ويديها لفمو. دابا هو انا كنوكل، الا ما وكلتوش ما غياكلش، ما دابا هو مسكين بحال داك الغديد وداكشي كيبغي يبردهم. هذاك في الشيء هذاك الشيء اللي عنده في الراس كيبردو في راسه. في دابا هو مرض الصرع، عنده الصرع، يعني مرض الصرع، حيت مرض الصرع فيه بزاف ديال الانواع، الانواع هذا بزاف. من واحد شي نوع من الانواع النادرة. دابا ما تقدريش تجلسي وتشديه في يدك، ما كيزقاش لك في يدك. دابا ملي تيكون ملي كيكون محسن شويه وكنحطو في الكروسه ديالو كيبقى دخ خير دخ خير دخ، راه شغنقول نقول لك الحمد لله وصافي والله قاسم. لا اله الا الله محمد رسول محمد الله. رسول لا الله، اله الا ما الله. ادي ما مشيتي ديتي الدول الفرماسيان لقيتيه بشحال؟ لقيت 70,000 ريال ناقصه شي 10 دراهم ديالاش ولا الدول اللي ب70,000 ريال؟ شنو ديالاش؟ مخرجين ليه الدواء ديال فيتامينات حيت ضعاف بزاف، مخرجين ليه الدواء ديال الراس ديال عسب شكون هو الكرفس. الطبيب ديال هذا لا هذا هذا أوليدي؟ ديال الفلوس، ماشي ديال المخزن، واحد السيده اللي صيفطتني الصراحه. وهذا ديال الفلوس خرج لك الدواء ب70,000؟ هذه ديال تريتمون ديال 4 شهور، ديال 4 شهور. وعرفك انت، يعرف الظروف ديالك المعيشيه كيفاش دايره؟ سولني قلت ليه، سولني قال لي هاد 4 سنين اشنو كنت كديري ليه، اللي ما كنت كندير ليه حتى شي حاجه، قلت ليه حيت كون عندي غنجيبو، ما عنديش رانا ما جبتوش. هاد ما عندك لاسيورونس، ما عندك ميتويال، ما عندك شي حاجه والو. 70,000 ريال قال لك سيري كتبها لك وسيري ديك الساعه عقل. الشبكه قلت لي راه ما عنديش، وهذا راه شي ناس اللي غيتعاونوا معايا باش ندير لي الشبكه، كتبها لي حتى هي في ورقه وقال لي سير صافي. هو اللي عليه راه دارو. ما عرفتش شنو نقول لك بنتي، كل 4 شهور دابا خصك لي 70,000 تريتمون. شنو غدير ليها التريتمون ديالاش مثلا؟ قال لك باش هاد العمر يدير صدر على حساب داك الكريس ثاني ما يبقاش يشدو، يعني خرج لي الدواء ديال ما شغل نقول لك، لا اله الا الله وحق الله، راه الشيء اللي وراه كله ما عندي، دوزت لي غير نهار 3. انت 4 سنين ما دوزتي لي 4 سنين والله القسم ما ديتو حتى شي 4 سنين، والدري عايش مسكين بلا تريتمون بلا طبيب بلا ما عارفين شنو المضاعفات ديال. كان كيمرض ليا كنهزوه شرويطه كنديوه للهاروشي تقول لي ما عندنا ما نديرو ليه سير يديه، كنضطر واخا نحيدها من اللحمي وكنديه ندوز ليه بالفلوس كيخرجوا ليه الدواء، ديك يومين 3 ايام كيبدا يتحسن شويه. انا قهرني الدواء مع الكرا مع ما يعني خاصك كتقولي غنشري الدواء ما غنخلصش الكرا، مو الدار ما غيصبرش عليك ما يصبرش عليك. شحال كاريه؟ كاريه ب 28. 28,000 ريال؟ وانت شتيها كيفاش دايره 28؟ قسما بالله راه ندق عليها وتسمعها بودنيك. لا حول ولا قوه. هذا هو الفريش اللي عندك؟ هادشي اللي عندي. ليلى دابا بديت كنبيع التلفاز اللي رديت لبرا ما كايناش، قسما بالله تبعناها باش خلصنا شهر ديال الكرا، بديت كنبيع صافي يعني ما عندي ما غندير، على غنخلي ولدي يبقى نشوف فيه بحال هكا، ما عنديش كيفاش ندير. ما عندك لا عائله؟ لا خاص لي كوش، لي كوش راه ميزانيه عندي العائله، ولكن كما كنقول لك عيالك يعطيهم كيعيش لك يشد،
وتا هما ماشي شي عائله يعني لاباس عليهم، نتوما على الله قد يحسن لهم. وانت ما تقدريش ديري شي خدمه، ما تقدريش ديري شي حاجه لان عندك الدري مريض، اش هذا غديري؟ هو المشكل اللي عندي، ما تقدريش. ما كاينش حتى اللي غيشدك، وكان اللي يشدو نخدم. شكون اللي غيشد الدري؟ خصو واحد رعايه خاصه، وخصو واحد كيقولوا لي الناس سير ديه للجمعيات. علاش عندي واحد السيده كنعرفها وكلشي، حتى هي خدامه في الجمعيه، قالت لي شوفي ما غاديش تهلاو فيه، قالت لي بهذه العباره، قالت لي انت كتوكلي وكتبدلي لي وعارفه لي وقته ديال النعاس ديال الماكله ديال كلشي، قالت لي تما راه غيبقى يتلاوح تجيبيه. قالت لي هذه، قالت لي اللي غنقول لك، لا اله الا بغيتي تشوف تكرفسي على ولدك ديه. لا اله الا قال لي باه من الاحسن اللهم نشوفوا ولدنا هكا ولا نديو نتكرفسوا ليه. لا اله الا محمد رسول الله، محمد رسول الله. معاناه، الحمد لله اللهم الحمد لله. على كل حال هو دابا الدواء خوه هذاك خصوصا هو الداد، عرفتي كيقرا في المدرسه، مره يجي مهرسهم، مره يجي معوجهم، مره ولي صغير راك شفتي حالته تا هو كيفاش دايره. والله مالك الحمد، الحمد لله على يعني داكشي اللي كيجيب كي كيحطو تيقول لك هادشي اللي ما عندي ما ندير. باش خدام الاب؟ خدام في الخياطه، معمل صغير ديال الخياطه راك عارفه، معامل يعني ما كاين لا وراق لا حتى شي حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله. مأساة كل ما تحمل الكلمة من معنى. عائلة مكونة من أب وأم وأربعة ديال الأطفال، ثلاثة الوليدات وبنيتة. وشو مسكين بحال قال ماما. أنا حبيبي أنا. كل شيء كيعاني، كل شيء. المهم هو عندنا هو هاد الدواء اللي يدير 3500 درهم. بالله عليكم أسرة رب البيت وقيلة ما كيشد، ما عرفتش شحال يكون كيشد في الشهر راجلك. تقريبا. كيتخلص للسيمانة يعني تقدر تجي 16000 ريال. المهم على حسب، على حسب السيمانه. فيها فلوس الكرات تقريبا شي 1500 درهم، فيها الماء، فيها الضوء، فيها يعني هاد وزاره الصحه دائما كنقولوها وكنعاودوها، كنتمناو ان تكون شي حاجه لهاد الناس اللي ما عندهمش، خصوصا الاطفال، لان الطفل راه محتاج للرعايه، محتاج للطب، محتاج للدواء. ملي كنخرجوا لمو مبلغ ديال 70000 ريال وهي ما عندهاش الريال، الريال ما عندهاش، يعني تقلبي هاد السوسيات تلقاي درهم ما عندهاش، بحال اللي كتقولي لها صافي سيري عاوتاني وهم لي. دابا عندي الفونطولين وعندي الفانيد دابا الفونطولين عندي يبقى لي اليوم يسالي. ديالك انت؟ ديالي انت دابا كتعاني. وإلا ما شربش هذاك الدواء ما غاديش نوض ليهم هما باش نشقى. دابا انت فيك الضيقة. انت فيك الضيقة. وشنو فيك عاوتاني؟ المرارة ما فتحتش. فيك الضيقة، فيك المرارة. عندك وليد لحمو بحال محروق. هادشي شفتي. اتوبيك. عندك وليد عنده كيعاني من الشوف، عندك هاد الولد مريض بهاد الاعاقه الذهنيه ومرض الصرع. الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني عائله على قدها. اللهم لك الحمد لله، الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. كنصلي تنقول لك، نقول الحمد لله حمد ربي وشكر الحمد لله. بعد المرات كنتزير صراحه الله، كتلحق فيا حتى العظم وكنعاود نجلس كنشوف فيه هو كيفاش شلني، كنقول صافي على قبله انا غنجلس. بعد المرات كتفكري شي افكار، بعد المرات كتقولي نزيد ما يعرفوني كاع فين مشيت، نخلي كلشي ونمشي. طرات لي القاسم من بلال جلباب، طرات لي وسولي ودي يقول لك صافي فات المغرب صافي لحقت فيا العظم جاباهم. قلت نقول لي ما بقيت بغيت فيكم حتى شي واحد، خليني غير نخرج. ولا كيقول لنا على الشيطان وجلسي. كتكرهي كتملي. قلت لي ملي ديت الورقه تاع الدواء ما فيهاش 10، ما فيهاش 20، فيها 70. صافي انت راه ما بقاش عندي فين نزيد الصبر. كنهضر معاك فاطمه الزهراء اختي، راه ربي اللي عالم عليا. لا اله الا محمد رسول الله. نوجه نداء المحسنين. كنوجه نداء المحسنين وزاره الصحه، الله يجازيكم بخير، يديروا فينا الخير. وفي هاد الوليدات هادو، هاد الوليد اللي معاق ذهني جسدي كيألمني اكثر من القياس. انا واخا مريضه كنصبر، ما عندي ما ندير، ولكن الوليد راه ما غاديش يصبر. ولدي خاصو ماكلتو خاصه ما كيدغش، خاصو الدواء في الوقت، خاصو الترويد. الحمد لله فاطمه الزهراء اختي، مابقيتش عارف شنو نعبر. كاينين بالنسبه للاخ ولا الاخت اللي قال لي هاد الاطباء ما يقدر حتى واحد فيهم يتطوع ياخذ ليه الدواء، كيعرفوا غير يدخلوا الفلوس. لا كاينين عندنا اصدقاء، عندنا دي فارماسيان اللي اصدقاء ديالنا واطباء كيديروا الخير. كاينين الحمد لله الناس اللي كيبغيو يديروا الخير، وكاينين الناس اللي قلبهم تيحن واكيد غيشوفوا هاد النداء وغيتواصلوا مع السيده. وحنا بدورنا راه غنتواصلوا مع هاد الاصدقاء ديالنا ونشوفوا على الاقل واخا عشرة 10 ديال لي فارماسيان غير كل واحد يعطينا واحد الدواء. شحال من دواء هو تقريبا؟ ما عرفتش بالضبط، كاين الفانيد كاين السيرو. تجيبي لي الورقه باش نصوروها. غنختم معكم هذا البث المباشر ان شاء الله، كنتمناو من المحسنين انهم يتفاعلوا مع هاد الحاله ويشوفوا لنا شكون اللي يقدر يعاوننا في هاد الدواء.
شكرا لكم والى اللقاء في بث مباشر اخر باذن الله. هادشي اللي كاين، وشكرا.